في الفيديو ده هعرفك طريقة هتقدر تطلع بيها اكتر من $5 يوميا بشغل 5 دقايق بس او 10 دقايق يوميا، يعني تقدر تطلع في الاسبوع ارباح محترمة جدا تقدر تعتمد عليها لو انت مبتدئ وما عندكش رأس مال وما عندكش جهاز قوي تشتغل عليه وما عندكش اي خبرة. هتقدر تشتغل على الطريقة دي وبدون استثمار وبدون اي مجهود وبدون اي رأس مال تماما، وكل عليك تعمله هو انك تنزل تطبيق تليجرام وتضغط على الزرار اللي ظاهر قدامك ده وابدأ جمع في ارباحك. لو عايز تعرف ازاي كمل معايا. السلام عليكم. زي ما انت سمعت كده في مقدمة الفيديو، النهاردة هعرفك ازاي تقدر تطلع من تطبيق التليجرام بس وبشكل مجاني 100% وبدون استثمار من بوت مجاني على التليجرام هتقدر تطلع يوميا اكتر من $5، ولو اشتغلت زيادة شوية ممكن تطلع اكتر بكتير كمان 10 او $20 على حسب مجهودك وعلى حسب شغلك. معنى كلمة على حسب مجهودك وحسب شغلك يعني مفيش استثمار، دي معناها ان مفيش اي استثمار او مفيش اي حاجة هتدفعها، كل اللي انت هتعمله هو شوية مجهود هتعملهم. لو ما عندكش اي خبرة تماما انا هعرفك ازاي تطلع ارباح محترمة من البوت ده بشكل مجاني 100% بدون اي رأس مال او بدون اي دفع وكمان بمجهود اقل جدا جدا جدا. بس لو اتبعت معايا الشرح النهاردة وكملت الفيديو من الاول للاخر، وطبعا ما تنساش تحط لايك لو الفيديو عجبك. فمن غير كلام كتير خلينا نخش على الشرح العملي على طول، ولكن اول حاجة لازم يكون عندك تطبيق تليجرام على تليفونك، وبعد كده تخش على اللينكات اللي انا هسيبها لك في الديسكريبشن. هتلاقي كل اللينكات اللي هنستخدمها وكل الروابط اللي هنستخدمها موجودة تحت في الديسكريبشن علشان نبدأ الشغل بتاعنا. فجهز نفسك واشرب حاجة كده او هات كوباية حاجة تشربها واتفرج على الفيديو من الاول للاخر، وبعد كده ابدأ الشغل معايا وامشي معايا خطوة خطوة علشان ما ترجعش تسألني على الخاص، لان انا بعرفش ارد على الناس كلها على الخاص للأسف. يلا بينا نخش في الشرح العملي على طول. طيب اهلا بكم معايا يا شباب، طبعا دي قناتكم دكتور ايرنينجز، لو مش مشترك فيها اشترك وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وتستفاد من الارباح اللي هنطلعها في الفتره اللي جايه، لان انا مرتب لكم شويه فيديوهات مجانيه قويه جدا هتطلعوا منها ارباح محترمه، زائد في مسابقه قويه جدا في مناسبه سعيده حصلت في القناه. فخلينا نخش على الشرح بتاعنا على طول، وزي ما قلنا هنستخدم في الشرح بتاعنا النهارده بوت تليجرام، والبوت بتاعنا اسمه ايزي بروفيت. هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن، اول ما تضغط عليه هيفتح لك التليجرام بتاعك بالمنظر ده. طبعا تقدر تشتغل على التليفون بتاعك، ولكن انا هشرح على الكمبيوتر علشان الشرح يكون اسهل ويكون شكله اوضح ليكم جميعا. طيب اول حاجه هنحتاج نعملها اول ما نخش على البوت، طبعا هتلاقيه بالمنظر ده ما فيهوش اي رسائل، هتبدا انك تضغط على ستارت، ولو انت على التليفون هتلاقي كلمه ستارت موجوده تحت زي ما وريتك في اول فيديو، هتلاقي كلمه ستارت موجوده في الاسفل بالمنظر ده. تمام، هنضغط على ستارت هنا، وبعد كده هتلاقيه فتح لك المنظر اللي قدامك ده، بيقول لك علشان تبدا تشتغل على البوت يا ريت تشترك في قناه اليوتيوب دي. البوت ده بتاع شباب بيشتغلوا او عملوا مشروع ده جديد وكلموني قالوا لي احنا عايزين نعرض البوت ده للمتابعين عندك مقابل انهم يحطوا القناة بتاعتي هنا علشان تزود مشتركين. انا هبقى صريح معاك، كل اللي بيحصل هقوله لك. فهم حاطين هنا القناة بتاعتي، هتخش هنا لو انت اصلا مشترك في القناة مش هتحتاج انك تعمل اي حاجة في الخطوة دي، فكل اللي انت هتعمله هو انك هتشترك في القناة. لو انت مش مشترك هضغط على سبسكرايب وتفعل زر الجرس على الكل وتحط لايك على الفيديو اللي اتفتح لك. هترجع تاني للبوت، وبعد كده تضغط على العلامة دي وتضغط على ستارت. هنا هيقول لك تمام انت اشتركت في قناة اليوتيوب، دلوقتي هتشترك في قناة التليجرام بتاعت البوت او الشركة بتاعت البوت، فهتضغط عليها بالمنظر ده، وبعد كده تضغط على جوين شانل، كده انت اشتركت فيها. ترجع تاني للبوت وترجع وتضغط على ستارت، وبعد كده هيفتح لك على طول المنظر اللي قدامك ده، بيقول لك مرحبا صديقي، وهيكتب لك هنا اسمك اللي موجود على التليجرام، وبعد كده بيقول لك الاي دي بتاعك اللي هو الاي دي بتاعي ده، ويقول لك يمكنك الان العمل على تجميع النقاط عن طريق مشاهده الاعلانات ثم تحويلها الى مال على احد المحافظ، تقدر تسحب على بيير، بيبال، يو اس دي تي. يعني ثلاث طرق سحب اكيد موجودين عند اي حد بيتفرج على الفيديو ده، يعني لو مش متاح عندك في دولتك البيبال فاكيد متاح البير، لو مش متاح ولا ده ولا ده فاكيد متاح اليو اس دي تي، ولو مش متاح ولا حاجه منهم فاسهل حاجه انك تعملها افتح حساب على محفظه فوسيت باي، هسيبها لك برده في الديسكربشن، افتح حساب عليها هتقدر انك تستلم الارباح بتاعتك عن طريق اليو اس دي تي عن طريق محفظه فوسيت باي. طيب
خلينا نخش في الشرح بتاعنا على طول. عندك هنا كذا حاجة ظهرت قدامك، سحب الأرباح، طبعا احنا لسه ما عندناش أي أرباح. بعد كده عندك إحالاتي، بعد كده عندك عدد نقاطك، بعد كده عندك إرسال نقاط، دي لو عايز تبعت النقاط بتاعتك لحد تاني بتدعمه أو حاجة، وبعد كده عندك حسابي، وبعد كده شاهد وأرباح النقاط. احنا مش عايزين أي حاجة من الكلام ده غير شاهد وأرباح النقاط. زي ما انت شايف فتح لي الصفحة اللي فيها الإعلانات اللي هقدر ان انا اضغط على الروابط دي واعدي الاختصار بتاعها، وبالتالي هاخد النقط اللي ظهر قدامي. يعني الرابط ده مثلا الرابط الاول لو خلصته هاخد 8 نقط، الرابط التاني لو خلصته هاخد 7 نقط، اللي بعده 5 نقط، اللي بعده 10 نقط، ولما تخلصهم هيجي لك روابط تانية. زي ما قلت لك البوت ده انا ما جربتوش، ولكن الناس اللي كلموني لما اقتنعت انهم ناس صادقين وفعلا ممكن يشغلوا يعملوا شغل كويس، فبالتالي برشح لك البوت ده لانكم طلبتوا مني حاجات مجانية كتيرة جدا في الفترة اللي فاتت. فانت خش وجرب البوت، هو اكيد مش على ضمانتي، بس انت كده كده مش هتدفع حاجة، ممكن تجرب يوم او اتنين وتسحب وجرب تسحب، لو فلوسك وصلتك كمل، فلوسك ما وصلتكش ما تكملش، ولكن الحاجات دي طبعا مش هتكون على مسؤوليتي. طيب هبدأ ان انا اضغط على اي رابط من الروابط دي، وليكن مثلا الرابط اللي هو بيدي 10 نقط، اضغط على اغلى رابط فيهم، وبعد كده ابدأ ان انا افتح open link، اضغط على open link علشان يفتح لي الرابط في تاب جديدة. طيب هيبدأ ان هو يحمل معايا بالمنظر ده، واول ما يخلص التحميل هضغط على click here to continue. الروابط دي كلها روابط مختصرة، يعني دي روابط بتاعت مواقع الاختصار الروابط، هو بيكسب من الزيارة اللي انت بتديها له، وكل الزيارات اللي بتجيله على من الناس اللي مشتركة في البوت ده هو بيكسب منها، فبالتالي بيديك نقط وانت بتاخد نسبة من المكسب بتاعه. فهبدأ ان انا اضغط على click here to continue، كأنك بتعدي رابط مختصر عادي جدا جدا، وبعد كده هبدأ ان انا اضغط على destination page، هضغط عليها بالمنظر ده، هيبدأ ان هو يحمل مرة تانية، واضغط على click here to continue. الموضوع ممكن ياخد معاك الرابط الواحد ياخد معاك حوالي دقيقة او دقيقة ونص، مش هيكتر عن الدقيقتين، فانت في الدقيقتين دول هتقدر انك تعد رابط، فانت ممكن تعدي 100 و200 و300 رابط في اليوم براحتك جدا، وهتقدر تكسب ارباح محترمة منها. تمام، هضغط على click here to continue مرة تانية، وبعد كده هضغط على get link. اول ما اضغط على get link هيفتح لي الصفحة دي اللي فيها اختصار رابط عادي جدا، كل الصفحات اللي فاتت دي كان فيها بس صفحات تحويل علشان الزيارة تتحسب له ويقدر يكسب من موقع اختصار رابط، فبالتالي احنا كمان نكسب من البوت. هضغط على next بعد ما العداد يخلص، في next مرة كمان، بعد كده هيعد تاني 15 ثانية، وهضغط بعدها على next مرة كمان. زي ما انت شايف قدامك خلاص باقي 3 ثواني، 2 1 و next، بعد كده next، هيبدأ يفتح لي الصفحة اللي بعدها اللي هنا دي خلاص هتعتبر اخر صفحة هنعديها علشان ناخد النقط بتاعتنا، فهيعد برضو 10 ثواني، باقي 1 ثانية، وبعد كده اضغط على get link، بعد كده هبدأ ان انا اضغط على next و next كمان، وهيفتح لي الصفحة دي. هبدأ ان انا انزل لتحت شوية لحد ما الاقي الزرار اللي المفروض اضغط عليه علشان يوصلني لصفحة الربح بتاعتي واكسب من البوت. انا نزلت لتحت هنا لحد ما لقيت الزرار ده، هو مش ظاهر شوية، فدور في الصفحة كويس لحد ما تلاقي الزرار بتاعك. هتبدأ انك تضغط على الزرار بالمنظر ده، هيحولك هنا برضو عداد هيعد 15 ثانية، بعد كده يحولك على الصفحة اللي بعد، وبعد كده هبدأ ان انا اضغط على next ونكست مرة كمان، وهيفتح لي موقع تاني لاختصار رابط. الرابط ده مطول ليه؟ الرابط ده مطول لانه مديك عدد نقط كتيرة، فبالتالي هو مختصر رابط مرتين، مختصر رابط في اكتر من موقع، فعشان كده احنا طولنا شوية. ولكن زي ما انت شايف قدامك بعد ما خلص العد ضغطت على جيت لينك، هيقول لي افتح التليجرام، هقول له افتح التليجرام بتاعي، فتحه لي في التطبيق معرفش ليه. هبدأ ان انا اضغط على ستارت، زي ما انت شايف قدامك بيقول لي اصبحت نقاطك 10 نقاط، يعني دلوقتي احنا نقدر ان احنا نجمع نقاط بالمنظر ده، وزي ما انت شايف قدامك انا جمعت قدامك 10 نقاط. طيب عايزين نكمل، خلينا نفتح الويب احسن، عايزين نكمل ونكسب نقاط اكتر، هيبدأ يديني رابط تاني هيقول لي خش عليه وهتكسب منه 8 نقاط. خلينا نخش عليه وناخد برضو علشان نبقى ايه جربنا كل حاجة ومحدش يقف في اي حاجة في الموقع ده. اول ما تلاقي كلمة نكست ظهر معاك بالمنظر ده في اي صفحة هتبدأ انك تضغط عليها، هتظهر تاني هتبدأ تضغط عليها مرة تانية،
بعد كده هيقول لك هيعد 10 ثواني، هيخلص ال10 ثواني وهكذا لحد ما تقدر تجمع عدد نقط كبير وتقدر انك تكسب منه ارباح محترمة، بعد ما طبعا عدد النقط ده نحوله لفلوس. وهوريك ازاي دلوقتي. هتضغط على نيكست في نيكست مرة تانية، هيعد برضو 10 ثواني كمان ويديك نيكست، بعد كده نيكست، وهيفتح لك صفحة تالتة. الروابط ممكن تكون بتزهق شوية، ولكن انت يعني في الاخر دي حاجة سهلة جدا، ممكن تشغل الاغاني بتاعتك وتشرب حاجة، او حتى وانت مشغل مسلسل جنبك ولا حاجة وقاعد ايه بتعد شوية روابط وبتطلع لك شوية نقط. لو اديته لاخوك الصغير اشتغل عليه فهو هيطلع لك منه شوية نقط محترمين تقدر انك تكسب منهم وتسحبه. زي ما انت شايف قدامك ده كان اخر نيكست عملناها. وبعد كده هضغط على اوبن تليجرام ديسكتوب، هيبدأ ان هو يفتح لي المنظر ده. هضغط على ستارت، هيقول لي اصبحت نقاطك 18 نقطة. فالرابط الاخير ده عدناه بسرعة، وهيفضل يجيب لك روابط تانية. خلينا برضو نفتح على الويب، انا مش عارف ليه بيفتحوا هنا. زي ما انت شايف قدامك هيفضل يديك روابط تانية كتير. لو ضغطنا هنا على ستارت وضغطنا على شاهد واربح النقاط هتلاقيه برضو فتح لك الرابطين دول. بعد ما تخلصهم هيبدأ يظهر لك روابط غيرهم. طيب بعد ما تجمع النقط بتاعتك، عشان ما ضيعش وقتك، بعد ما تجمع النقط بتاعتك هتبدأ انك تضغط على ستارت بالمنظر ده، بعد كده هتضغط على سحب الارباح. فزي ما انت شايف قدامك بيقول لك $5 بتساوي 2200 نقطة، $10 تساوي 4000 نقطة، $30 تساوي 10000، $50 تساوي 16000، $100 تساوي 27000 نقطة. فتقدر تسحب لحد $100 من الموقع ده. كل عليك تعمله هو انك هتختار النقط بتاعتك، هتضغط عليها بالمنظر ده، هيبدأ ان هو يحولك علشان تبدأ انك تبعت له بيانات الحساب بتاعك، ايا كان بقى البيير او اليو اس دي تي او البيبال. انا هبدأ ان انا اضغط على ستارت علشان اوريك حاجة تانية لازم انك تكون عارفها في الموقع هنا، وهي احالاتي. لو ضغطت على احالاتي هتلاقيه بيديك رابط احالة. رابط الاحالة ده لو بعته لاي حد ودخل على البوت وضغط ستارت بس، انت بتكسب 2 نقط، يعني بتكسب نقطتين لكل واحد يضغط على الرابط ده. فممكن تشغل دماغك شوية وهتعرف ازاي تطلع منه ارقام مهولة. فرابط الحالة ده تقدر تشتغل بيه وتبعته لأصدقائك المهتمين، أو تبعته في جروبات الفيسبوك، أو تبعته في يوتيوب لو أنت عندك قناة صغيرة. ابعته في أي حتة فيها ناس كتيرة ممكن يستخدموه أو ممكن يجربوا البوت، وتاخد 2 أو نقطتين على كل واحد يضغط على كلمة ستارت بس، وتبدأ كده تجمع أرباح وأنت قاعد في مكانك من غير ما بتعمل أي حاجة. كل اللي أنت عملته إنك نشرت الرابط بتاعك. فعندك طريقتين تكسب بيهم، والطريقتين مجانيتين وسهلين جدا. ولو جه حد قال لي الارباح دي قليله هقول لك دي طريقه مجانيه، موقع مجاني، فبالتالي ما تتوقعش منها ارباح كبيره. ده طبيعي لان هو موقع مجاني وحاجات بس لاختصار رابط، فاكيد مش هتلاقي منها ارباح كبيره. طيب لو عجبكم البوت وعجبتكم الفكره بتاعت النهارده عرفني تحت في الديسكريبشن، وهعمل لكم منه اثبات سحب. هبدا ان انا اشتغل عليه شويه واجمع شويه نقط واعمل لكم منه اثبات سحب، وكمان انزل لكم فيديوهات تانية عن حاجات مشابهة ليها علشان تقدر تجمع بيها راس مال وتقدر تستخدمه معانا في الاستثمار او في التداول. لو عايز ارباح اعلى من كده شوية وشايف ان الارباح دي ما تنفعلكش وانت تقدر انك تشتغل في ارباح اعلى من كده شوية ومعاك راس مال ولو بسيط، تفرج على فيديوهات الافليت ماركتنج او تفرج على فيديوهات الاستثمار. واخيرا بس كده، دي كانت كل حاجه في درس النهارده. اتمنى اكون افدتك لو معلومه صغيره. طبعا كل الروابط اللي استخدمناها هتلاقيها موجوده في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.